قانون يا التشريع سيد سامري، أنا مرات هذا أمامي، هذا أمامي خارطة الطريق، تشرفت أن أقرأه من خلالك. عندنا مثل يقول عمي ذب لبطك وحبني، هذا المثل أنت سامعه. احنا ما مشكلين حكومة وبعدكم ترسمونا خارطة الطريق اذهبوا إلى الاتفاقية الصينية. عمي نشكلوا لكم حكومة وسووا لكم برلمان وانتخبوا لكم رئيس جمهورية وبعدين روحوا للصين، روحوا الراوندا، روحوا المدغشقر، دحلوا قضيتكم هنا قبل لا تقوم زول للصين. ولا اكو قضية داخلية. ولذلك احنا نعم احنا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة، ايه احنا ندعو الشعب العراقي ليقول كلمته، والضغط على البرلمان لعقد جلسة طارئة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتصحيح قانون الانتخابات، وأن يحل البرلمان حتى تعرف القوى السياسية اليوم أمام جمهور واعي، وجمهور سوف يقلع جذور كل الناس الفاسدة. طيب سيد الحجامي، الآن أنتم والكل الآن، أي معارض سياسي أو أي حركة تصحيحية لما تظهر يجب أن تطرح البديل، أو الشعب يطالب بالبديل. فهمت خلال هذه الفترة ومن زمان أنكم تطرحون نفسكم بديلا سياسيا فيما إذا الولد الله كتب عليهم السلامة، عبر أي بوابة ستدخلون؟ من أي بوابة ستكونون بديلا سياسيا؟ تمتلكون إرثا وتاريخا سياسيا يعينكم على أداء هذه المهمة؟ أستاذ نجم، سؤال في محله. البديل السياسي اللي حاليا احنا كملناه لاحظ، هو البديل التنفيذي للحكومة التنفيذية. هذا قد يكون تحت مسمى كلمة السياسي غير فعال، هو البديل التنفيذي لإنقاذ بلد ضمن حكومة تنفيذية عمرها سنتين، وقلت لك تتولى جانب. طبعا هاي الحكومة ملزمة بعدم أخذ مخصصات ورواتب، أعتقد أنت سامع شروطنا على هذه الحكومة. المهم أهم ما بيها هو الولاء للعراق ومهنية المنصب التنفيذي، وتكون ممنوعة السفر إلى آخره، غير طامسة في الملذات اللي أوجدوها الجماعة. هذا من جانب. أما البديل السياسي، ما دمنا نؤمن أنه هذا البلد بلد عظيم في طاقاته، ولكن تم بعثرتها باتجاه التجهيل وغير أمور، يعني بلد جاي يجهل ويعطش ويجوع إلى آخره. اعتمادنا على الشعب في الذهاب نحو المشروع السلمي، قد تكون هذا البناء يستغرق وقت، لكن كيف نقلل من هذا الوقت؟ هنا وظيفة السياسي المعارض الثوري طبعا. يعني بصراحة هذا مو كلام تنظير، احنا واصلين الى مثلا تريد فد يومان وياك اعلن لك الحكومة البديلة. طبعا احنا كتشرينيين وكمعارضين يعني ألزمنا انفسنا ما نكون طرف بهذه الحكومة، نكون طرف مراقب. لكن هذه الحكومة قد استاذ نجم كإعلام مشهور تقول لي والله فلان يصلح لوزير صناعة لأنه عنده مواقف وتاريخ تنفيذي عظيم. لاحظ التاريخ التنفيذي بالإدارة، هذا ما نحتاجه من الحكومة بعيدة عن هاي المحاصصات. طبعا هاي الحكومة تمتاز بالشجاعة لأنه راح ترتطم بكتل من الفساد جميعهم. خلي بالك أستاذ نجم، راح الأغلبية الإطارية الكردية كلها توقف ضد هاي الحكومة، لأنه حكومة راح تكشف فساد وتوقف عمليات هدر أموال إلى آخره. أما الذهاب الآخر خيار السياسي فهذا قائم على قدم وساق. أولا استخدام مبدأ البتر في التجميع للقيادات السياسية. البتر شو المقصود به أستاذ نجم؟ بصراحة 100 واحد باعنا ويدعي الثورية، 100 واحد انتقامي ويدعي الثورية، 100 واحد مؤدلج خارج العراق ويدعي الثورية. إذا أنت ذاتي تبني قوى وطنية حقيقية سياسية، يجب أن تبتر كل من تشبث بلوثة ما، ثم تنطلق بمشروع واضح. المشروع أكيد بأفق الحصاد والنجاح، ونحن نعمل على ذلك. وأنا أبشرك أنه سيتم الإعلان عن ذلك البديل قبل حلول عيد
الفطر المبارك إن شاء الله. هذه الرؤية، الرؤية السلمية حتى الساعة. طيب. التنفيذ سلمي حتى الساعة. مكان ما أنا أردبني دولة عميقة سياسية فاسدة تعتمد على رموز أناس للأسف ذولا يعتمدون على كنيتهم يوم القيامة. أي. كنيتهم بأسماء أمهاتهم للأسف، لأنه الموضوع كبير. لاحظ أنا أقصد هاي الكلمة، أنا واضح أنا أريد أعتمد على بناء دولة عميقة مدنية داخل المجتمع العراقي، أشغل العاطلين والخريجين. طيب. وابن الزراعة والصناعة، هاي أهم من الدولة العميقة السياسية الذاهبة باتجاه الزعامات المنخورة بالفساد والمثقلة بكل التهم الغير طبيعية اللي يعرفها الشعب العراقي.